السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سوسو كيتشن. معكم صباح. اليوم غادي نقدم لكم وصفة الملوي المورق الهشيش من يد الأخت ديالي العالية، وهاد الفيديو صورته ملي كنت في المغرب. نتمنى أن الوصفة تعجبكم. ما تنساوش اللايك والتعليق والاشتراك في القناة. نمشي ونشوفوا المقادير والطريقة. يلا بسم الله. خاص الغربال، جبت الصفار نغربلو. دابا هذا الطحين الابيض، درنا الدقيق الابيض وزدنا عليه دقيق ديال الفينو اللي ممكن يتعوض بالسميد الرقيق. نسخن الطيب، ملعقه نديرو الملعقه، زدنا شويه ديال الملحه وغادي نجمعوه بالماء دافي، يتعجن مزيان ويتدلك، ومره مره نزيدو فيه الماء. وهاد طريقه العجين هي الطريقه التقليديه والصحيحه ديال جدودنا. العاليه الاخت ديالي بقات كتدلك العجين 15 حتى 20 دقيقه، الله يعطيها الصحه. خاص العجين يتدلك مزيان باش يجينا الملوي مورق وهشيش. من بعد ندوبو الزبده ونحيدو الحليب منها، حيت هذاك الحليب الا بقى في الزبده كيطلق الماء وكتقطع العجينه. دابا غديري كويرات، هانتي قلت قادير شتي صافي، هاد الشيء راه النص فيه غيولي، حيت وحده فوق وحده. نغطيه ونخليه يرتاح. دابا هذا الفينو، الفينو بوحدو، غير الفينو غنزيدو عليه الخميره ديال الحلوه. الفينو والخميره ديال الحلوه غتخلطي وغتبقي ترشي بيه. هذا خليط الزبده والزيت، ذوبنا الزبده حيدنا لها الحليب وزدنا عليها الزيت العاديه. ناخذ كره من العجين ونطلقوها مزيان، نبسطوها وحنا كنرشو الخليط ديال الفينو اللي خلطنا مع الخميرة الكيماوية، ونطويها على أربعة ونخليوها على جنب. صافي هكا تتكملي، وتكملي عاوتاني تبداي تخبزي. هات كلشي تسرحي، كلشي هذا هكا، واخا يتقطع ما عندك، ما عندك غرض فيه، حيت لابد خصو يتقطع. منين يركض راه غيبقى يطوع بوحد، هانتو غادي هو دابا تسير. نبسطو الكرة الثانية ونوضعو القطعة الأولى في وسط القطعة الثانية ونطويوه على أربعة. وهادي الأخت ديالي حياة غادي تورينا طريقة ثانية. نبسطو الكرة الأولى ونطويوها بهذه الطريقة، نخليوها على جنب، نبسطو الكرة الثانية، دائما نرشو الخليط ديال الفينو اللي خلطنا مع الخميرة الكيماوية، هاد المرة نطويو غير الجوانب ونوضعو القطعة الأولى أول العجين ونلفوه حتى الأخير. فيه جوج أربعة ستة ثمانية. يا عيشة ندير لك هادي باش ما تعجنيش. والله مزاجة لف واحدة وهادي عائشة دايرة الطريقة ديالها.
وكدهني بزويته بيضه هكا يلا تتصلف انتي كتقلبي وهي كتنطف قلبي وهي كتصلف كتنطف وممتو كتدوري باش الجناب يطيبو شتي تتنفخ هادشي داك التنفخ تيبان شي حلوه شي حلوه انت تجي تحل هكا نشوف شتي ها صافي زيد حليه عام ثاني برافو صافي ها ويجات شكراً